ومن باريس ينضم إلينا المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم فنوش. مساء الخير سيد عبد الحكيم. بالرغم من المحاولات القطرية الخجولة لدفع تهمة الإرهاب عنها بتوقيعها اتفاقية مع الولايات المتحدة وتعديل قانون مكافحة الإرهاب القطري، إلا أن قائمة الشخصيات والكيانات التي تدعمها الدوحة في تزايد. ما هي دلالات ذلك وما هو تأثير قائمة الإرهاب الثانية على سير الأزمة القطرية؟ لو سمحتي الصوت مش واضح. أنا هل تود أن أعيد لك السؤال؟ كان السؤال حول ما هي دلالات ظهور قائمة ثانية لشخصيات وكيانات إرهابية وما هو تأثيرها على سير أزمة القطرية؟ أعتقد أن هذه الكيانات وهذه الأسماء كانت يجب أن توضع في القوائم الأولى. نعم. وكانت أصلاً قبل صدور هذه القوائم السؤال الذي كان يطرح، لماذا يتم التعامل مع هذه الأطراف بالرغم من عالمية تطرفها؟ السؤال هو أعتقد أن جاءت هذه الكيانات ودمجها داخل قائمة الإرهاب، أعتقد بأنه منطقي جداً، لأنها الأسماء التي ذكرت ارتباطها بالجماعات الإرهابية وبالتطرف معلنة وصريحة، وللأسف الشديد كانت تتم في الصدر بمعرفة دول وجهات خارجية سواء عربية أو إقليمية أو دولية. الأمر ليس جديد على الإطلاق، هذه الجماعات كانت تتعامل مع الجماعات المتطرفة من سنة 2012. نعم. وكانت تنسق مع قطر ومع تركيا ومع الإدارة الأمريكية السابقة لنقل الجماعات المتطرفة من ليبيا إلى سوريا عبر تركيا، ومن ثم تم إرجاعهم بعد 2014 من سوريا عن طريق تركيا إلى ليبيا من خلال مطرقة ومعيتيدا داخل طرابلس. هذه المجموعات أنا معروف تطرفها وارتباطها مع الجماعات الإرهابية، ودمجها الآن داخل هذه القائمة جاء تقديرة للسلسلة السابقة، وجاء هذا التوجه لإعلان القطيعة مع هذه الأسماء التي كانت يجب أن تتم القطيعة مع الفترة السابقة لأن تطرفها وإعلانها لمساندتها للجماعات المتطرفة كان واضحا وصريحا، بالذات من خلال وسائل الإعلام التي لم تكن تخفي على الإطلاق ميلها ودعمها للجماعات المتطرفة. نعم سيد عبد الحكيم، هذه الشخصيات والكيانات الليبية التي انكشفت أسماءها اليوم أو حتى سابقا في القائمة السابقة، وفي ظل ما نشهده اليوم في باريس من اتفاق بين حفتر وسراج، برأيكم كيف سيساهم في استقرار ليبيا الآن؟ الحقيقة ماذا نتخذ قرار صريح وواضح من الأسامي السياسية التي كانت تتعامل مع هذه الجماعات المتطرفة، فلا نتوقع على الإطلاق أن تكون هناك إمكانية لاستحداث حالة من الاستقرار. نعم. هذه الجماعات لم تكن تعمل في الخلاء، لم تكن تعمل بشكل مستقل بشكل منعزل، وإنما كانت لها وجوه سياسية وكانت لها جهات سياسية تحاول هذه الجماعات السياسية أن تستغل الجماعات المتطرفة لفرض نفسها داخل المشهد الليبي. إن لم يتم التعامل مع الأطراف السياسية التي كانت داعمة لهذه الجماعات المتطرفة فلن يكون هناك استقرار. الجميع يدعي بأنه يسعى إلى إيجاد حل في ليبيا من أجل الاستقرار ومحاربة التطرف، ولكن من كانوا يساندون التطرف نراهم طرفا سياسيا الآن ويتم التفاوض معهم على كيفية صياغة الحل. إن لم يتم عزل هذه المجموعات السياسية للقطيعة معها من أجل إنتاج حالة من الاستقرار، فكل ما يدعى من محاولة إنتاج حالة من الاستقرار في ليبيا هي مجرد محاولة للتغطية على الأشخاص الذين تم الاتفاق معهم على كيفية صياغة السلطة. هذه الأطراف لم تكن مخفية على الإطلاق. نعم. كانت تتحرك في العلن، وكانت عندها وسائل إعلامها وقنواتها القضائية، وكانت تدعم بشكل صريح جماعات صنفت على أنها إرهابية من قبل المجتمع الدولي نفسه، فبالتالي يجب أن تكون هناك قطيعة صريحة مع هؤلاء الناس والأسماء السياسية التي كانت تمثلهم. ما لم نقم باتخاذ هذه الإجراءات بشكل صريح أعتقد بأننا لا نستطيع أن ندعي بأن هذه الأطراف أقصدنا بأنها تدعي بأنها تسعى إلى إيجاد حل في ليبيا ومحاربة الإرهاب بشكل جاد.
نعم، من باريس المحلل السياسي والباحث الليبي عبد الحكيم فنوس، شكرا جزيلا لك.